إن كل ما تراه فالإذن تميز الجمال فيما تسمع، وأعمالنا في رمضان لا تتوقف على ما تشاهدونه في شاشات التلفزيون، بل سنقدم باقة من الإبداعات الإذاعية والتي تحظى بجمهور يعشقها حتى النخاع. نشاهدها. تخيل تشوف برامجك الرمضانية بدون صوت. مستوعب؟ 30 حلقة صورة بدون صوت صعبة صح؟ لأن الصوت أخو الصورة، بناخذكم عبر الأثير وفي قلب الأجواء الرمضانية، رحلة تنقلكم بين محطاتنا الإذاعية. شنف مسامعنا بعذوبة الكلام. نبدأ مع إذاعة الرياض، بنسمع فيها عادات رمضانية مختلفة وقصص إنسانية بلسان البعيدين عن ديارهم بس هم بين هلهم، ومسابقات الكل فيها فايز، ومع ذكريات وفكاهة الطيبين لنا موعد. وفي إذاعة جدة بنبدأ معكم في كل يوم مع برنامج صباح الرحمة، فقرات متنوعة واستعراض لأبرز الفعاليات. وفي زحمة العصرية بنسليكم مع برنامج مسابقات 90 في 30. ولصحتكم نقدم استشارات في دواء على الهواء، ونعطر مسامعنا في إذاعة القرآن بتلاوات نادية وأصوات شجية. سنقف مع أبرز محطات قراء مشاهير العالم الإسلامي لنتعرف على تاريخ رحلتهم مع القرآن الكريم. وفي برنامج تلك الرسل سنسرد قصص الأنبياء عليهم السلام، وفي قصة نجاح عمرها 7 سنوات سنستمع إلى تلاوات بإتقان تتنافس على لقب الماهر بالقرآن. أما في إذاعة نداء الإسلام بنعيش سوى الأجواء الروحانية من بيت الله الحرام والروضة الشريفة، وبنناقش في عذب الكلام مواضيع تهم المسلم وأسرته. بنسمع كلمات من نور نرتقي بها إلى الكمال، ومع الحبيب مسابقة حول حياته وسيرته العطرة. ونستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم المتعلقة بالشهر الفضيل مع هيئة كبار العلماء باللغة الإنجليزية. لنا طلة مختلفة مع إذاعة راديو السعودية، نناقش جمهورها في مختلف المجالات ونطرح الأسئلة ونقدم الجوائز. باختصار رحلة الإذاعات رحلة ثرية متنوعة، قريبة منك، تفهمك، تتكلم معاك، والأكيد أنها تسمعك. هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذاعات المملكة العربية السعودية. الصوت أخو الصورة.